ياه ده أنا حظي حلو بقى، حضرتك اللي بتفتح الباب بنفسك. باش مهندس جمال، يا أهلا وسهلا. ياه أصل يا سيدي مسعد مشغول بيرتب ملفات وورق جوه. اتفضل يا باش مهندس، واقف على الباب ليه؟ يبقى لي عندك كوباية شاي بالنعناع. وادي النعناع اهو، أنا عارف إن حضرتك بتحبيه، ودي أول قطفة من الموسم الجديد فريش، لسه أطفو حالا. اتفضلي يا ستي. الله الله على الريحة وجمالها. تسلم الأيادي الخضرة يا باش مهندس. إيه الجمال ده؟ ألف شكر والله. على إيه؟ دي حاجة بسيطة. أستأذنك. يا سلام، هو في أحلى من الشاي بالنعناع الطازة دي؟ أنت خرجت؟ ده أنا قلت هتفضل غرقان ليوم الدين في الورق اللي جوه ده. عموما خد يا سيدي نعناع ليوم النعناع. نعنع لما تقول يا بس. والواحد ده ما بيشبعش منه يا أستاذ. دي حكاية كل الناس اللي إيدهم خضرة يا مسعد، حكاية خير الأرض وأرض الخير. استنى ما أحكي لك. كان قدر المصريين إنهم يكونوا أقدم الأمم اللي عرفت الزراعة، وده حتى من قبل عصر قدماء المصريين، وده من قبل التاريخ نفسه. والحفاير اللي بنلاقيها بتثبت كل يوم تاريخ أقدم من اللي قبله في معرفة المصريين بالزراعة. قدماء المصريين بقى مش بس عرفوا الزراعة، لا دول وصلوا فيها الأساليب وطرق لحد النهاردة العالم كله بياخدها منهج، بيطوروا على أساسه أحدث نظم زراعة الأراضي. تخيل المصريين عرفوا أنظمة الري وتقسيم الأراضي والحيازات الزراعية وطرق التسوية وشق الترع والقنوات ورسم الأحواض وتنظيم الري، وعرفوا مقاييس النيل وقدروا عليها الضرائب ومستحقات الدولة. ده غير كم بقى مش عادي من أدوات الزراعة، بداية من الفؤوس والمناجل ونهاية بالمحارس اللي بيجرها التيران والشواديف والنوارج اللي بتعتبر كلها اختراعات مصرية خالصة. كم كبير جدا من المحاصيل زرعها المصري القديم، أهمها الحبوب والبقول والخضروات والفاكهة طبعا، وطبعا فوق الطبعا البردي اللي كان واحد من أسباب ازدهار الحضارة المصرية بعد ما صنعوا الورق من سقانه. بالإضافة بقى طبعاً محكيلكش بقى الزهور ونباتات الزينة اللي زينت معابد وقصور وبيوت المصريين، وأهمها إيه؟ زهرة اللوتس اللي مش بس اكتشف المصريين أهميتها الطبية والعلاجية واستخلصوا منها الزيوت والعطور والدهانات، لا دي كانت عنصر أساسي من عناصرهم المعمارية والفنية، وأجمل هدية يهادي بيها الأحبة بعض. ده غير بقى الفلسفة اللي تعلموها منها، لما لقوها بتعمل إيه بقى؟ بتغطس تحت المية بالليل وترجع تظهر وتفتح على سطح المية مع ضوء الشمس، فربطوا بين رحلتها دي ورحلة الحياة وراحوا مقدسينها. المصري مزارع بطبعه، يمد إيده في التراب يبقى دهب أخضر. الزراعة بتجري في دمه بالفطرة، يخزن في سنين الوفرة لجل ما يحسب حساب أيام القحط، زي ما ربنا نجى مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام. في العصور اليونانية والرومانية مصر حرفياً كانت سلة غذاء العالم، لدرجة إن المؤرخين كانوا بيوصفوا أرض مصر برقعة من الذهب بطول النيل. بسبب إيه؟ بسبب لون محاصيل الشعير والقمح اللي كانت بتغطي كامل مساحة مصر وتخلي أرضها تلمع زي الذهب. في العصور الإسلامية توسعت الأراضي المصرية وتم استصلاح مساحات ضخمة من البرك والمستنقعات، واتبنت السدود والقناطر، واتحفرت الترع والمصارف وأنظمة نقل المية. وتيجي النهضة الكبيرة بقى في العصر الحديث في الزراعة على إيد مين؟ على إيد محمد علي باشا، اللي نهضته شملت كل نواحي الحياة المصرية وأهمها الزراعة طبعاً. فكانت أهم إنجازاته بالإضافة للقناطر والترع الكبيرة استحداث أصناف جديدة على الزراعة المصرية كانت محدودة وضعيفة جداً في الزراعات المصرية، زي الزيتون مثلاً والنيلة والطماطم، وطبعاً القطن طويل التيلة اللي بقى أهم صادرات مصر ومصدر رئيسي من مصادر دخلها، لدرجة تسميته بالذهب الأبيض.
النهاردة الزراعة في مقدمة أولويات مصر وإدارتها، اهتمام كبير بالأرض والمحاصيل وأنظمة الري والحصاد والبدار، استنباط أنواع نباتية جديدة في مراكز البحوث بتدي أكبر إنتاجية مع أقل استهلاك للمية، تبطين الترع اللي الهدف منه الحفاظ على كل نقطة مية للاستفادة منها، وفي نفس الوقت شق الترع الجديدة والقنوات لاستصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي عشان نحقق الاكتفاء الذاتي، ومع وقبل كل ده الاهتمام بالعنصر البشري، العاملين في القطاع الزراعي اللي بيمثلوا جزء كبير من قوة مصر الإنتاجية. الدولة كفلت ليهم أنظمة تمويلية وتأمينية وتسهيلات مختلفة عشان يقدروا يزرعوا بقى وينتجوا خير أكبر وأكتر لمصر. مشاريع الصوب العملاقة مثلاً ومشاريع الاستصلاح الضخمة اللي بتقوم على أرض مصر النهاردة دي بقى درعها الحقيقي من الأزمات الغذائية، سواء دلوقتي أو في المستقبل، خصوصاً وإحنا بنعاني من زيادة سكانية كلنا عارفينها. أرض مصر أرض الخير دايماً، وطرحها شاهد مكرر. أحلى فاكهة في مصر وأحلى خضار في مصر وأعظم قطن مصر وأجمل محاصيل زيتية في مصر، ده غير بقى محاصيل الأعلاف والأشجار الخشبية والألياف والمحاصيل الطبية والعطرية، وأكم أصناف وأنواع أرض مصر هي البيئة المثالية ليها، وإنتاجها بينافس الإنتاج العالمي في كل الدنيا. والإنتاج الزراعي بالمناسبة بقى مش قاصر بس على إنتاج الأرض الزراعية وخلاص كده، لأ، ده الإنتاج الحيواني كمان جزء من الإنتاج الزراعي وكله معتمد على خير الأرض. أرضنا سبب حياتنا وسر وجودنا، علشان كده لما بنقول عبارات من نوعية نرويها بدمنا ولا نفديها بحياتنا، عمر دي ما بتبقى مجاملات ولا كلام أغاني. اسألوا كده، اسألوا أي واحد بيفلح أرض كام مرة دمه سال عليها وعلشانها، اسألوا كده، اسألوا أي واحد إن كان مستعد يضحي بعمره فدا الأرض، هتلاقوهم ملايين، هتلاقوهم 100 مليون وحابة كمان.